ونص الكلام بيكمل النص الثاني مع حلمي عبد الباقي. خليني انتقل انا وانت بتفاصيل نص الكلام وهي هذه الفقره. حقول زي ما قلت لك قبل نص الجمله وانت اللي تكملها. هذه نصيحتي لشيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب، يعني كملي، انت من الاصوات النادره على مستوى العالم العربي. مفيش حاجه توقفك، مفيش اي حاجه توقفك. شيرين عشق، كلنا بنعشق صوت شيرين. عندك تحفظات على ردود افعالها اوقات وطريقتها بالتعبير وعفويتها؟ يعني اي حد ممكن في اي وقت يحصل حاجات عفويه يعني. انما شيرين من العلامات في تاريخ الفن المصري. في كتير طلبوا منا ما تتكلمش وعلى المسرح ومش كل اللي بتفكر فيه بتقوله، انت تقول لها ايه؟ تقريبا كده يعني. اصل للاسف، مش للاسف، او ده المفروض ان كل فنان الحركه الكلمه كل حاجه محسوبه عليه. اذا تقول لها ايه؟ ما انا بقول لك يعني، طالما انا يعني مش عارف هقول ايه يبقى ما اقولش بالعفويه دي، الا اذا كنت عارف انا هقول ايه وكل كلمه محسوبه عليا. يعني خفف من عفويه.